سي شنو هي الانتظارات ديالنا ديال المغرب ديال الفريق الوطني بالنسبه للمقابله المهمه غدا هو يعني شنو نقول لك يعني الجواب واضح ومرسخ في الدين نتاع 40 مليون مغربي سواء اللي كاينين في المملكه المغربيه ولا اللي خارج ارض الوطن اللي كيصعب علي انني نلقى جواب اخر فالغدا ان شاء الله آه عندنا خيار واحد هو اننا نجسدوا تاهل تاع الفريق الوطني المغربي والمغرب للمره السادسه لكاس العالم والمره الثانيه على التوالي اعتقد بان من غير هذا الخيار ما عندناش خيار اخر الكل معبا اللي يمكن لي نقول لك بان المجموعه تاع الفريق الوطني واعيه كل الوعي بهذا الامر وانتم شفتوا الاقبال تاع الجماهير المغربيه الملعب يكون مملوء أنا متيقن بأن كل المغاربة غادي يعني يساندوا الفريق الوطني بشعورهم وبدعواتهم ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أننا نكون عند حسن ظنهم وحسن ظن صاحب الجلالة نصره الله الرياضي الأول في بلادنا واللي تي يعطينا كاع الإمكانيات والإشعاع نتاع الرياضة وكرة القدم بالخصوص ون ونجسدوا هذا الارتياح وهذا الشعور نتاع الجماهير المغربيه نتيجه واداء لي باش تزيد الثقه نتاعهم والتعلق تاعهم بالفريق الوطني. هذه الاجواء كلها غادي تكون اجواء ديال الفرحه وديال ان شاء الله.